الكرام في هذه التغطية المتواصلة، وخلال دقائق أيضا ستستمر المتابعة، وسيكون معنا أيضا الضيوف خلال هذه التغطية لمعرفة وتحليل سواء كلمة الرئيس أو أهمية هذا المشروع، مشروع المليون ونصف المليون فدان. كاميرا النهار اليوم على أي حال لقد ذهبت واحتفلت مع الفلاحين لحصاد القمح في المحافظات المختلفة. نترككم مع هذه الصورة التي التقطتها كاميرا النهار اليوم، والبداية مع الفرافرة، نتابع ونعود بعدها، فابقوا معنا. هم قالوا كده الكلام خدين من ايه؟ بيت فوت ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله لانك انت فديت نفسك. احنا من برنامج الرئاسي يا فندم. اهلا بيكم زي حضرتك يا فندم، وان شاء الله نبقى عفاريت زي ما حضرتك. وبعدين احنا ما تعودناش ولا شفنا اللي تتعامل بعد 5 سنين تتعامل في نص سنه، تنفذ في سنه، يعني من 5 اشهر بفضل الله بفضل ربنا القياده الحكيمه الطبيعه والاخلاص الوطنيه